بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نستكمل المحاضرة الخاصة بطلاب الميكانيك. حنحل إن شاء الله المثال السابق اللي حلناه مع شباب المدني باستخدام بس الماتلاب. طبعا شباب باستخدام الإكسل المثال هذا بسيط سهل، حلناه المرة فات زي ما شفنا، يعني وزي ما شفنا النظام عبل ما وصلنا للسوليوشن اللي بدنا إياه وللإيرور أقل من الاي اس اللي طلعت معانا. تمام، هلقيت بدنا نحله من خلال الماتلاب. ايش في قصه الماتلاب؟ هلقيت شباب ايش بدنا نخلي السوليوشن يقل مثلا عن ايش؟ بقول لي هنا ايش الحاجه اللي بقول لي اياها. ماكلورن سيريز اكسبنشن للكوزاين الاكس بتساوي 1 ناقص اكس تربيع على 2 اكس زائد اكس اس 4 على 4 فاكتوريال وهكذا. بقول starting with the simplest version أو first order اختار اللي هي الواحد. تمام، هلقيت عند الواحد اتفقنا انه ايش حيطلع. احنا طبعا عارف بقول كوزاين البيعة 3، كوزاين البيعة 3 بتمثل اللي هو كوزاين 60 يعني النص. تمام، فبالتالي الايرور اللي عندي ايش حنقول؟ واحد ناقص نص على نص، عفوا الابسوليوت لنص ناقص واحد على نص. تمام، يعني الفرق ما بين الترو الفرق ما بين الترو فاليو ناقص الترو فاليو اكم نص ناقص الواحد الابروكسيميشن فاليو طلع معانا اول شيء على الفاليو السابقه اللي هي ايش؟ على الترو فاليو نفسها اللي هي النص، بيطلع تقريبا نسبه الايرور 100%. طبعا فيش عندي ابروكسيميشن ايرور اول اتريشن. تمام، بقول لي after each new term is added to compute the true and approximate percent relative error. طيب use your pocket calculator. طبعا احنا مش calculator بنستخدم الماتلاب، حنستخدم ان شاء الله اليوم to determine the true value. Add terms until the absolute value of the approximation error estimated falls below an error saturation conferring the two significant figure. اخذنا احنا سابقا اللي هو ايش الايرور تبعتنا الاي اس ايرور، المسمى تبعها بسميه ايش هي. يعني بسم الله كبر الشاشه هاي شباب. تمام، هذا بنسميه شباب لما يقول لي بس يعني حنشوف ايش الفرق ما بين الاي اس ايرور والابروكسيميشن ايرور. لما يقل عنه خلاص اوقف. ايش هو ايش بنسميه؟ اللهم صل على محمد. ابروكسيميشن ايرور سيجنيفيكانت فيجر وينو ريليشن شيب اي اس بريسفايد عشان نقبلها، بس المسمى تبعها قلناه المره اللي فاتت بس صراحه انا نسيته. هات نفتح فايل دكتور نيو ريليشن engineering third second تحليل numerical سلايد الدكتور 100% approximation and بسم الله وين راح هي اللي هو بنسميه pre specified error. شباب هذا المقارن بينهم بنستخدم، قال لي too significant. مادام قال لي شباب too significant اذا ايش حختار؟ حقول ايش 2 ناقص 2. تمام، 2 ناقص 2 0، 10 أس 0 1، نص ضرب 1% يعني بوينت نص في المية. تمام، هاي البري سبيسيفايد اللي هو بري سبيسيفايد ايرور. ايش حنسوي؟ بدنا نستنى انه عفوا الابروكسيميشن ايرور الابسوليوت تبعه طبعا يصير اقل من الايش البري سبيسيفايد. هذا اول شيء بدنا نصل لهذه الحالة. تمام، كيف هذه نوصلها في الماتلاب لهذه الحالة؟ يعني بدنا نحط معادلة معينة، حنقول له تمك استمر، تمك يا برنامج اشتغل، هذا البرنامج حيتم ويشتغل، اشتغل لي لما نصل لمرحلة انه يصير عندي الابروكسيميشن ايرور اقل من السبيسيفايد ايرور. اها طيب، اذا ايش اول عندي حاجة؟ مادام بدي اشتغل يعني كذا مرحلة وكذا اتريشن، اذا ايش عندي؟ استخدم الدالة، هستخدم الدالة وايل. تمام، لأن يا هستخدم وايل يا فور لوب أو وايل لوب. تمام، واحدة منهم.
هلقيت يا شباب طبعا هذا الكتاب اللي نقرا منه. انا بالنسبه عندي النسخه، يعني 7th، النسخه السابعه تقريبا، اظن احدث نسخه. هذه متى صدرت؟ يكون هنا الزلمه حاطط متى صدرت. 2015، 2015 هذه النسخه صدرت. هذه النسخه يا شباب 2015، ما علينا، هي نسخه حديثه نسبيا. طبعا هي الشباب، المعنى زي ما موجود عندكم على صفحة الشخصية موجودة عندكم، ماشي. هلقيت الآن حنخش حنبدأ نحل. طبعا احنا حللنا بالإكسل وشباب المدني، يعني وموجود الفيديو على اليوتيوب على الموديل تبعي. هلقيت الشباب ايش احنا حنشوف؟ حنجيب حنس الحاجة الأكيدة اللي حنستخدمها أول إشي حنستخدم while. احنا عارفين إنه حنستخدم while. طيب، لكن في الماتلاب، في الماتلاب عبارة عن بيئة يعني فريندلي معايا. في عندي كوزاين، في ساين، وفي إذا كتبت كوزاين مثلا، على سبيل المثال كوزاين مثلا بايع 3.5، تمام. هاي احنا عارفين هذه الترو فاليو اللي عندي. او يا شباب ممكن ايش نكتب بدل كوزاين؟ كوزد. هل قد نقول لكم الفرق بينهم؟ 60، او حتستنتجوها من حالكم. فبالتالي نص الفرق بين كوز، هذه تاخذ الراديان، يعني بتعتبر يعني خلص في الماتلاب بفهم انه هذه شغال على باي على 3، اللي هي الباي هذه 180 بعتبرها شغال زي هيك راديان. بينما الكوز از ديجري، فبالتالي هذه 60 ديجري معناتها الجوهر. فانتبهوا لهذه الشغلات، يعني شغلات بسيطة لكن ممكن تخربطك في الاختبار العملي تبعك. ما علينا، ايش كمان عندي؟ فبالتالي انا حضر ايش اسوي عشان اصل للنيوميريكال الميثودز الخاصة فيا، او عشان اطلع الابروكسيميشن ايرور والترو ايرور والحبشت قناة هذه. حضر ايش اسوي يا شباب؟ حضر انا اصنع فانكشن معينة، تمام، بحيث تجيب لي الكوزاين هذه. الكوزاين بس اللهم في ايش بدي اعبر عنها؟ بدي اعبر عن الفانكشن هذه بالمعادله هذه، شايفين؟ يعني هذه المعادله اللي هو 1 ناقص اكس تربيع على 2 زائد اكس اس 4 على 4 ناقص اكس اس 6 على 6 فاكتوريال، اكس اس 8 على 8 فاكتوريال، وهكذا الى اخره. طيب، هلقيت هذه كيف تنعمل هيك؟ كيف ممكن ينعمل هيك شيء؟ انا طبعا حديك اياه جاهزه في الامتحان عشان ما تتغلبش، حديك يعني الفانكشن السيستم تبعها، او عشان تبني فانكشن صح حديك اياها جاهزه في الامتحان. ايش عندي هالجيت؟ هالجيت انا عارف وين الكومنت بنسلز. هات نشوف البنسلز، ناخذ لون اقل، لون اعلى بشويه، درجه اعلى بشويه، هذا تمام يعني. ماشي، قلنا ايش اللي عندي؟ عندي 1 ناقص اكس تربيع على 2 فاكتوريال زائد اكس اس 4 على 4 فاكتوريال ناقص اس 4 ناقص اكس اس 6 على 6 فاكتوريال، 6 فاكتوريال، تمام، والى اخ، تمام. ايش بنعبر عليها هذه؟ ايش كنا نعبر عليها في الكالكولاس لما اخذتوه في كالكولاس سي او بي؟ مش فاكر انا ايش كنا نسوي يا شباب. كنا عشان نقول عن الفانكشن هذه كنا ايش نعبر عليها، او انا مش فاكر كانوا يدونا اياها جاهزه ولا مش صراحه في الكالكولاس، بس فاكر انه كنا نعبر عليها برموز مثلا، بحيث انه مثلا ايش اقول مثلا، ممكن ايش يكون عندي الرمز مثلا، اخذ سالب 1 مثلا اس كي، تمام. هذا طبعا حديكم اياها جاهزه في الامتحان، سالب 1 اس كي ضرب، تمام. حديك هل قد حنفهمها مع بعض؟ سالب 1 اس كي ضرب واي او اكس، ايش ما تكون خليها مثلا الاكس عشان عندنا اكس مثلا هنا، اس 2 كي.
هذه طبعا يا شباب ما تقلقوش، يعني حديكم اياها جاهزه على على فاكتوريال ايش مثلا 2 كي، لانه هينا مشينا يا شباب زوجي هيك استنتجنا. طبعا لقيت لو الكي صفر، لو الكي بتساوي صفر، بدام الكي بتساوي صفر نيجي نعوض سالب واحد اس صفر، بدام اس عدد زوجي فبالتالي هذا السالب حيروح حيتم لي الواحد 100%. 2 في صفر صفر اكس اس صفر فيش واحد، 2 فاكتوريال 2 في صفر صفر فاكتوريال برضو واحد، ما فيش يا شباب. حتى كمان اللهم صل على محمد، لو جربناها تنجرب على الآلة الحاسبة 2 فاكتوريال، بسم الله فاكتوريال فاكتوريال ايش، اللهم صل على محمد، كيف تنكتب على الآلة الحاسبة؟ هات ليش نكتب على الآلة الحاسبة، احنا نكتبها الفاكتوريال شباب، هيا في المتلاب فاكتوريال مثلا عندنا ايش بدنا الفاكتوريال للصفر مثلا، ايش للصفر فاكتوريال شباب يعني ما فيش له معنى، تمام؟ فيش يعني قيمه غير معرف، تمام؟ انا يعني ناس القصه هذه بس قيمه غير معرف، تمام؟ فبالتالي ايش لما اخذ فيش يعني حاجه فاكتوريال للكي، هنا قلنا على 2، فبالتالي يا شباب خلاص سالب يعني هذه غير هذه حاخد مش حاخدها انه مش حابدا فيها من الصفر، لكن اطلعوا فوق هنا استنتجنا انه اول تي اللي هو الواحد، نيجي ناخذ هالجيت الكي كي مثلا، طبعا صفر اول تيرم هيدي واحد حيطلع لو عوضنا عن صفر، تمام؟ بس صفر فاكتوريال قيمه معرفه، فبالتالي لازم احط لازم حاجه احط لازم احط مثلا كي زائد واحد، كي زائد واحد احطها بين قوسين، لا لا مش احط، لانه ليش شباب لو 2 زائد واحد صفر زائد واحد واحد، واحد ضرب 2 2 2 فاكتوريال لا بتبطل تظبط، واحد على 2 فبالتالي لا هاخدها هخليها صفر نفس ما هي، تمام؟ بغض النظر بس الفكره انه كنا نعمل شغله معينه في الكالكولس بي او سي بحيث تصير عندي الحاجه هذه او السيز هذه كامله تصير عندي بمعادله طبيعيه زي بالشكل هذا. طبعا انا صراحه اخذتها من شو اسمه من كالكولس المعادلة نفسها، أخذتها من الكالكولس، لكن كيف التفصيل اللي انعملت فيه صراحة يعني مش معنيين إحنا فيه، لأنه حنستخدم ميثودز معينة حنشتغل إن شاء الله في المتلة، مش معنيين إيش تكون التفاصيل اللي حبيت اشتغلتها، حديكم إياها جاهزة في الامتحان. المهم ما علينا، هات نعود نجرب في واحد. اللي في الصفر قصة الصفر فاكتوريال هذه هل هي تنحسب واحد ولا تنحسب قيمة غير معرفة؟ صراحة مش عارف، نسيت أنا الآن إيش حكتب. هات الاثنين فاكتوريال، اثنين فاكتوريال ايش كنا نسوي عشان الفاكتوريال؟ هيها هيها 100% 100% صفر صفر فاكتوريال واحد يا شباب. ما علينا نرجع للمحاضرة الآن، خلاص أشكم إياها من الآلة الحاسبة، الآلة الحاسبة صفر فاكتوريال يا شباب بتساوي واحد، تمام، فيش مشاكل فيها. المهم هل كده إيش عندنا؟ حيطلع إيش الجواب؟ واحد 100% واحد زائد ولا ناقص، نجرب نعوض عن واحد، سالب واحد أس واحد أكم؟ سالب، خلاص طيب بالسالب، طيب إكس أس واحد عفوا إكس أس 2 في واحد، هذا طبعا بين قوسين شباب، 2 في 2 هتكون ايش شباب؟ اكس تربيع هلا ايش كمان عندي؟ 2 فيش طبعا هنا قلنا ايش 2 كي فاكتوريال تمام؟ في واحد حتكون ايش؟ على 2 طيب هات نجرب الكي 2 طيب سالب واحد اس تربيع ايش حيصير؟ زائد طيب 2 2 في 2 4 يعني اكس اس 4 2 في كي 2 كي فاكتوريا 4 برضو فاكتوريا
وهكذا. طبعا هذه الشباب اخذناها في الكالكولاس، لكن ان شاء الله مش حخوضكم يعني فيها، انكم تجيبوها كيف تعملوها على اساس اجا وتفصيل الكالكولاس مش حنخوض فيه. تمام، هاي الفكره بالضبط، هاي الفكره تبعتها اخذناها شفناها كمعادله ممكن ندخلها في الماتلاب عشان نعملها ايش؟ عشان نعمل عليها النيورال ميثودز اللي حنستخدمها، اللي هو حاليا بدنا نستخدم احنا الابروكسيميشن ايرور والترو ايرور، وهذا الابروكسيميشن ايرور لازم يحقق لي انه يكون اقل من السبيسيفايد ايرور. تمام، شرقيت نروح للاكسل وندقس. شو بقولنا بلو ايرور قال كنت تو سيجنيفيكانت فيجر، يعني ايش الشباب كر يعني كم تو سيجنيفيكانت فيجر عشان اجيب نشوف كم بري سبيسيفايد، قلنا ايش نصف المية. تمام، فها الاي اس طلعت معي وين 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 يعني هي الاي اس طلعت معي ايش نصف المية. تمام شباب، هاي هذه الاي اس. طيب نيجي قلنا انه بدنا نشوف متى الاي ما الاي اي بتصير اقل من الاي اس. طيب قلنا حنستخدم وايل لوب. هل قد شباب تقريبا عارف انه بعض الشباب يعني في الماتلاب شوية كان ما كانش الشرح عادل معاكم في الماتلاب، او كانش مركزين على تعامل الميكانيك في الماتلاب ايام اخذته في السنه الثانيه. هلقيت عندي يا شباب كذا شغله، هاي كتاب طبعا هذا كتاب وين الكفر بيج، هاي الكتاب شيك صغير، هاي الكتاب طبعا المستخدم عندنا انتراكشن وذ ابلكيشنز من الماتلاب هذا فورث اديشن لأومس جالين. تمام، هلقيت باب عندنا ستارتنج وذ ماتلاب كرييتنج اري وماثيماتيكال اوبريشنز اريز والحاجات هذه. طبعا في المحاضره الاولى نشرت لكم محاضره للمهندس مدن السابق ما شاء الله عليه بيشتغل على الماتلاب كويس. تمام، نشرت لكم محاضره سابقه كمراجعه لكم. تمام، الان شباب حنستخدم احنا ايش حنستخدم، قلنا بروجرام ان ماتلاب. بروجرام ان ماتلاب ايش تشمل؟ اللوبس اللي حنستخدم ماتلاب او ما شابه. احنا حنضطر استنتجنا انه حنستخدم يا فور لوب يا واي لوب. طب لا انا بدي افهم ايش اللوبس هذه او ايش كيف اجيبها او هيو ايش بقول شباب في الابستراكت بتاعت الشابتر هذا. طبعا هي بشكل عام كانتروداكشن او عن الشابتر، ايش محتوى الشابتر كذا ككل. تمام، بعدين مش في الشابتر اللي بدا هذا النظام تو بشرح بشكل لذيذ وبسيط. ايش بقول لي هنا وين بقول لي في سكشن 2 في وين سكشن 3 عند سكشن 3 في سكشن 4 ما علينا. المهم في عندي فور لوبس اند واي لوبس في سكشن 6 4 حتى عليهم ونشوف ايش حنستخدم في. طبعا يا شباب عندنا ريليشن اوبريتور اللي حنستخدم في البروجرامي اكبر اصغر اكبر من او يساوي اصغر اصغر من او يساوي اكبر من او يساوي 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 يساوي, يساوي. تمام، هاي الحاجات اللي بنحطها في تبوا الحاجات الشرطيه او الشروط او العلاقات اللي نستخدمها في الماتلاب. يعني فيش حاجه تقول لي يساوي، لا بتحط يساوي يساوي عشان نقول لك هذه ايكوال تو ماشي ونوت ايكوال زي ما انتم ملاحظين. طبعا هنا بحكي لك عن الكتاب بسيط وسهل، يا ريت يعني تقراوا منه بحيث تدركوا الحاجات اللي من الماتلاب، وإذا في حاجة ومش واضحة فيي أنا بإمكانكم تسألوني. فيش إشكال نعمل محاضرة في الماتلاب عن هيك شغلة بس عن نقاط معينة مش عن كل الماتلاب، لأن نصير بشرح مساق تاني غير النيوميريكال. وين قلنا سكشن 4 سكشن 4 سكشن 4 بسم الله الرحمن الرحيم. اكزامبل 1 اكزامبل 2 اتش احنا بلاش اف اف الس اف الس ان الس اف يب تعتين. هذا مثال شباب يعني حاولوا حاول الووتر ليفل ووتر هذا كويس جدا حلو يعني في امثل عليه بالاردينو في امثل هاي مثال عليه تتوقعه ايش بيصير في الاردينو تقدر تفهمه من خلال الماتلاب فجربوه يعني. لذيذ المثال السابق لا اله الا الله وين هاي اللوبس 100% اللوبس اللي عندي في فور لوبس
بقول لي the exception of a command or commands is repeated predetermined number of times. يعني ها loops هاي بنفس الفور لوبس عشان نكررها عدد معين. يعني الفور لوبس لازم نكرر الشغلة، نحط لها n او حاجة معينة نكررها بحسب العدد هذا. طب انا مش عارف قديش بدي اكرر، عارف نسبة الايرور وقت، يعني انا عارف كم iteration عندي حيكون، لا بس انا عارف انه الاي الاي بريس ايش اسمها تروح لها البري سبيسيفايد ايرور، هذه عارف اني حقررها ايش الابروكسيميشن ايرور تمام، لكن هل بعرف كم iteration عشان يصير يصير لي عندي زي وين وين زي ما قلنا ايه الاستيميشن ايرور اقل او يساوي من الاي اس؟ عارف لا انا مش عارف متى تمام، فبالتالي هيني انا اضطريت استبعد الفور لوب لانه الفور بقول لي بقول هنا بريترمين نمبر اوف تايمز، بدم يعني عدد معين من يعني عدد معين من اللوبس انت بتحدد، يعني بتقول له انت اعمل لي خمس، بينفع طبعا في النيوميريكال ميثود لكن اللهم في الكي او الان عدد المرات انا مش عارف اكم بدي فعليا، فايش هنضطر اروح للوايل لوب. الوايل لوب في حاله ايش مش عارف قديش عندي اتريشن، وهذا اغلب اللي حنستخدمه ان شاء الله خلال منهاجنا في نيوميريكال ميثود. طيب الوايل لوب هاي بقول لي ان وين لوبس ار يوزد سيتويشن لوبينج is needed but the number of passes عدد مرات التتابع او انه يمشي البرنامج او يمر في المعادلات اللي عندي بقول لي ايش is not known. مش معلومه، يعني هذه الحاله اللي بتنطبق علي انا. ايش بقول لي الواي condition expression الكوماند تبعتي كلها ايش حيكون عندي الخمات اللي هنا وان ماشي 100% فيش مشاكل تمام. طيب هل جيت شباب لاحظنا انه ايش لاحظنا انه بدنا برضه خلينا شويه هنا في الحبشة قناه اللي هنا ايش بقول نمبر نوت فايت كوين ايش بقول لي ذا بروسس كونتينوس ان ستيتد كونديشن از ساتسفاي، يعني الوايل بتتحقق متى طلع بتم هاي بتم المعادلات حل بتم تحل، يعني مثلا شينا قلنا وين هاي قلنا شباب ايش كل مره بتصير اكس 4 اكس اس 4 على 4 فاكتوريال ناقص اكس اس على 6 فاكتوريال زائد اكس اس 8 بتتم تحل لا يتحقق لي ايش شباب يعني ايش لما يتحقق لي الشرط اللي انا حاطه، لكن انا ايش بدي اقول تمك حلي ايش حقول يعني في وانا في الماتلاب تمك حلي لما الابروكسيميشن ايرور يتم اكبر او يساوي من ايش البري سبيسيفاي الاس الاي اس. طب انا تو قلت اني بدي الابروكسيميشن ايرور بدي يكون اقل من السبيسيفاي هذه البري سبيسيفاي تبعت ايرور، كيف بدنا اياه اكبر في الوايل؟ لا في الوايل غير، ايش عندي في لازم افهم انا لازم افهم كيف كيف تشتغل الوايل. الوايل بتقول لك انا بتم انا حتمي احلل لك ايش لما احطها انا في الماتلاب، بتقول لي انا بتيجي الوايل بتقول لي انا هيني جيت لك كوماند وين معلمي، تيجي لي زي هيك بتقول لي اسمع انا احلل لك وبحيث انه يكون عندي الابروكسيميشن ايرور دائما اكبر من البري سبيسيفايد. طب انا بدي اياها لا بس ايش لما تصير الابروكسيميشن ايرور هذه اقل من البري سبيسيفايد ايرور حطلع انا من البرنامج وحديك الاجابه النهائيه او بعرض لك كل النتائج، بس انا طبعا يعني حنحط اللي هو سيمون كوما ولا ابصر ايش بنسميها في الماتلاب نسيت زي هيك بحيث انه ما يظلش النتائج. حتقول لي انا معلمه زي هيك حتجيني الوايل حتجيني معلمه احلل لك بحيث الابروكسيميشن ايرور اكبر، لما اسير اصغر منه خلاص بقف انا شغلي بوقف تمام، عدد ساعات العمل تبعتي انا وقفتها.
بالتالي بديك اخر اجابه انت تاخذها، اللي هي اخر اجابه اللي هي خلت للشرط يصير ايش؟ ابروكسيميشن ايرور اقل من ايش؟ لبري سبيسيفاي. تمام؟ فهمتوا كيف عملها؟ يعني مش عكسيه، مش معناته انه اعكس، لا معناه هيك هيك شغل الوايل، هيك الناس البرمجه الوايل، هيك شغل او تصنيف. تمام؟ يعني ايش وايل ايش معناته؟ اللهم صل وين عندما وايل بينما ايش زي كأنها بتقول بينما انا قاعد بحل انه يطلع لي الابروكسيميشن ايرور اكبر او يساوي البري سبيسيفايد ايرور، فجأة طلعت لي نتيجة انه تكون الابروكسيميشن ايرور اقل من السبيسيفايد ايرور، فبالتالي انا لازم اطلع من البرنامج. هيك تنفهم. ما علينا، ان شاء الله يعني تكون واضحه، اذا ما واضحه اشكاليه اني اعيدها ثاني وثالث ورابع، بس تغلبونيش يا عاد. ما علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، وين رحنا؟ هنا من نهدا واللي هنا عشان الكلمه مش ايش معناتها. نيميريكال ميثود عنه هنا الكتاب. طبعا شباب من وين ماخذه؟ وينك يا يوسف؟ بسم الله هيو اللي هو هذا السؤال، عشان ما يقول ليش حدا يعني من وين سارق السؤال. ايوه احنا انا بالنسبه لي بسرق من اسئله الكتاب، يعني دير بالكم عشان اريحكم الشباب وعشان ترتاحوا الدكتور بيجيبش الا من اسئله الكتاب. يعني كمان شباب اذا في حدا مدني بيحضر معانا، نبهوا طلاب المدني انه في محطوطه الملخصات في مكتبه المركز الدولي، انا ملخص الكتاب وحل اهم الاسئله. تمام؟ فهو محطوطه في مكتبه المركز الدولي، يعني تنبهوا زملائكم لهي القصه. ماشي، نيجي نكمل. تمام فهمنا. طيب لقيت احنا يوسف قلنا انها تكون هذه عباره عن سيريز، فبالتالي ايش؟ لازم اعمل فانكشن في الماتلاب. استنتجنا اول شيء انه عندي لازم هستخدم الوايل لوب. تمام، وفهمنا ايش معناه الوايل لوب. طيب بعدين استنتجنا انه سيريز، انا عندي عندي كوزد اللي هي كوزاين بالديجري وكوزاين عادي باللي انك 180 على تفهمها بالراديان، فيش مشاكل تفهمها عادي. طيب يا يوسف ايش هذا اذا سيريز؟ فيش مش سيريز معرفه وخالص الكوزاين، يعني ما انا مش انا مش بحاجه اني اعرفها، يعني لما اكتب كوزاين باي على 3 خلاص بيطلع لي مباشره. طيب اذا ايش هضطر اعمل؟ هضطر اعمل فانكشن جديده. طيب هسميها طبعا الفانكشن الجديده هذه اي شيء بغض النظر ايش ما بدك تسميه، بس اهم شيء شباب تذكروا انه بنفعش نسمي يعني فانكشن جديده انت بدك تعملها تسميها بفانكشن موجوده اصلا بالماتلاب، حتصير خلل في البرنامج عندنا. تمام؟ فانتبهوا لهذه الشغله. يعني مثلا بنفع اكتب لي مثلا هاي هنا، وين رحنا احنا؟ فاكتوريال ضد يومين، ضد يومين هي واحد طلعت الفاكتوريال، على فكره هي الفاكتوريال واحد بس انا كني كاتب كلمه او عاكسها. لازم تكون كابيتال والسمول فاكتوريال، مش معقول مظنش مش غلط، لا بس لازم تكون سمول يا شباب. الاف الاف لازم تكون سمول، ما فهمهاش الماتلاب. فقال لي ديد يو مين، زي ما قلنا لكم ما بي فريندلي يعني صديق لك تكون، فبقول لي ديد يو مين اقصد انك كلمه فاكتوريال في صفر هلا هيك، فهي طلعت واحد، فكرت انا عندي غلط. ما علينا، كليك وكلير والحبشتكنات هذه اللي اخذتوها، لا مش اربعه، ليش اربعه؟ فخلص هي محل الداتا السابقه. ماشي، حاجة هعمل ايش؟ هعمل سيريز. طبعا ايش السيريز تبعتنا؟ السيريز تبعتنا وين رحنا؟ اكتشفنا انها تطلع السيريز تبعتنا في هذا الشكل. هاي بس يكون يكون، ما علينا. نيجي numerical methods كتاب الماتلاب نفسه. كيف اعمل function؟ طب يا شباب في برضه في كتاب الماتلاب يعني حاجة بس بشكل عام تفهموا كيف الوايل لوب وكيف الفور لوب، وقتش نستخدمه وقتش نتعرف عليها. فبالتالي هلقيت ايش بقول لي بالنمبر في ابلكيشن نيوميريكال ميثودز. هاي على فكره في هنا، اصبر هات نشوف هذا نيوميريكال ميثودز، معقول والله جت حلوه هنا في المتلب الصوره. بسم الله الرحمن الرحيم، سولفينج ايكوين وذ وان فيريبل. قصه انه يكون عندي وان فيريبل بامكانك تحلها. تمام تمام حلو، هذا ان شاء الله حناخذهم في قصه. في حاجه بنسميها في الاكسل سيف، وايش كمان الجول سيك. الجول سيك هذه في طبعا نون لينير برضه حنحلهم ان شاء الله باستخدام الاكسل، ان شاء الله حنمر عليهم. عاد الحلو هذا النون لينير في الماتلاب
اسهل من انه ايش، اسهل من قصه نحلهم نحلهم في الاكسل شيت. بس نفس بس الله ما في الفكره تاعت في الماتلاب اسهل، حتكون هنا حاجات اسهل لكم، في حاجات اسهل لهم، يعني ما في عدل نوعا ما الى حد ما في الموضوع هذا. ما علينا، في دايمنشنر، وين في فانكشن انا شفتها، ايوه هي شابتر 7. طيب تعال استعرض الفانكشن شويه، بقول لي سمبل فانكشن مثال اف اسوشيتد ان كوي نمبر فاليو اوف اكس مثلا، على سبيل المثال واي بتساوي اف اوف اكس مثلا، بغض النظر اف اوف اكس هذا ايش ما تكون تكون، تمام. لقيت ايش شباب، عندي ايش انا والاوتبوت، عندي الانبوت انا بعرف دخل لي بيطلع لي الاوت، بغض النظر ايش الفانكشن هذا الاف اكس نفسها، قال لي ايه بس الاكس هذه ايش قيمتها او مجموع تبعتها، بطلع لك انا واي، فهمت؟ فالواي عندي اوتبوت والانبوت هو الاكس، تمام؟ طبعا لقيت قصه الساين والكوزاين حبيت تسوي الاكس والحاجات، طبعا بامكانك لما تعوض الرقم او تعوض ساين، طبعا لما نحط دي مع ديجري يعني بقدر احط 60 70 80، بينما لما تكون ساين لحالها زي ما تو شفنا لازم تكتب باي على 3 باي على 2 والى اخره من هيك. ما علينا، تمام. وين احنا بدنا المقصد او زي ما اقول الخلاصه من انه في عندي بوت داتا حدخلها على فانكشن فايل معين اوتبوت داتا. طيب كيف اجيب الفانكشن فايل؟ لقيت في شباب عندنا نيو سكريبت اللي هو هذا السكريبت والحبشتة كانت هذه اللي هو بيجيب البرنامج انليتد اديتور والحبشتة كانت هذه. طيب او حيقول لي ايش شباب، او عندي نيو فانكشن، نيو فانكشن حيجيب لي هذا، حيقول لي حط لي الاوتبوت او اوتبوت ايش بدك، اوتبوت كم اوتبوت بدك، هنا هي واحد هي اثنين وفانكشن وانبوت واحد وانبوت اثنين، ممكن يكون عندي اكثر طبعا بزيد براحتي ما فيش مشاكل، وبقول لي الاوتبوت ايش بتساوي، الاوتبوت واحد ايش بتساوي، الاوتبوت اثنين ايش بتساوي. طبعا هذه الحاجات مش هحتاجها، وهذا طبعا ايش عندي انا انبوت، عندي حتكون ايش حيكون عندي انبوت واحد. لقيت شباب برضه تفهموا انه لو ما حطيتش يعني حطيتش شيء مثلا، حطيت فانكشن معينه ايش ما تكون تكون، تمام، سميتها ايش ما تكون تكون هنا، معناه انه الاوتبوت حيكون شيء واحد، تمام. يعني ممكن تكون مثلا تي هنا بتساوي كل هذا الاوتبوت تي، لكن حيفهم الانبوت بيساوي الانبوت واحد وانبوت اثنين ايش ما يكون يكونوا. لا اذا انت احنا بدنا طبعا لقيت مثلا ايش عندنا الواي، خلينا نسمي مش واي، واي كابيتال مثلا بتساوي قلنا بدنا ايش زين، خليها ماي كوزين، تمام. انا عاملها صار عاملها يعني من قبل بس حنستعرضها طبعا، ماي كوزين ماي كوز من هنا ايش ممكن نحط اكس مثلا، تمام. ليش سميتها ماي كوز شباب؟ ما يشبهش نفس البرنامج، ما تكونش عندي الكوزاين في نفس البرنامج، مش تكون في يعني الاقي انا اعمل فانكشن بنفس البرنامج، ما بينفعش، بسبب لي خلل في البرنامج، مش خلل في البرنامج، بصير يعني بقول لك مش بقول لك ايرور، بتصير زي كانك انت خلص عرفت الفانكشن في البرنامج كفانكشن انت عاملها، تمام؟ فبالتالي ممكن مستقبلا لو شلت هذا الفانكشن تضطر يعني تضطر يخرب حاجه في الماتلاب او يصير مشكله في الماتلاب، ما يصيرش ايرور من الاخر، تتجنب انك تسمي نفس الفانكشنز الموجوده في الماتلاب. ماشي. طبعا الفانكشن من وين؟ بقول لك هي من وين تختاره. هي بقول لك الحبشه كانت ايش بيظهر لك هنا؟ فانكشن والان طبعا تو زي ما شفت اوتبوت ارايجز انتايلد انبوت. طبعا التايتل هذا اسم الفانكشن بدك تسميه، قلنا جنب التسميه بتاعت بتاعت نفس هذا مثلا فانكشن maybe tba اشتغلناها. طبعا هي الشكل العام للفانكشن، فانكشن اوتبوت اللي عندك، فانكشن نيم، انبوت اللي بدك اياه، هاي بشكل عام، تمام. احنا عاد ايش بقول لك هنا، اذا كتبت هنا هذا ايش بقول لك ام بي، بغض النظر عن التسميه اللي هنا شباب او هنا او هنا او هنا، هذا شباب ايش معناتها الفانكشن الديفينيشن زي هيك، بتكون فانكشن هذه 2 اوتبوت 3 انبوت، تمام. هذه 1 انبوت عفوا 1 اوتبوت 2 انبوت،
تمام، هذه 2 input برضو 1 output، تمام وهكذا. ماشي كذلك ايش هذا شباب، لو كتبتها هيك لحال زي ما انكم تو تكتبها لحال 3 input، هاي الانبوت 3، طب انا وين بتساوي ايش او مين هي؟ لا بفهمها، بفهم البرنامج انه no output arguments، تمام انه عندي output بس، هذه انا مسميها function معينة، بفهم البرنامج انه ايش، بفهم البرنامج انه خلاص بس مهمتها تطلع معينة، لكن حقيقة انه لما تيجي تطلعها هتطلع output واحدة يعني من كل هذه اللخمة او حسب انت ايش بتحب. H1 ولاينز ولاينز كمان خلص، بس هذا بشكل عام. طبعا شباب Global Variable بإمكانكم تقروا عنهم بشكل يعني ما تتوسعوش، خلينا على قدر هذا، حابب يستفيد رجاء يعني المتلاب مهم جدا للمهندسين الميكانيك. ماشي نيجي نستمر في القصة بتاعتنا. أنا صراحة أعملها من أول شباب، أي عند المعادلة أعملها من أول. هل جيت عندي أنا شباب عندي ايش؟ سميت المعادلة، دخلت على function، طبعا هاي function، هاي function تبعتي، طبعا في المفترض انه يكون عند function end، الend هذي في لوايل وفي لوايل، المفترض يعني يكون عندي، بنفع شباب عشان صورة بنفع شباب انك تستدعيها ك function، وبنفع انك تكتب هنا لا اله الا الله ليش يا دماغ انا بكتب مش عارف ليش اليومين هاي function هيك شباب، برضو انت عرفت function بس اللهم في لازم تكتب هنا الاوت او input وخلاص، او تشوف ايش تكتب يعني البداية function، فهيك برضو انت عرفت function، يعني بامكانك انك تاخدها جاهزة من الليستة من new function، او انك بالسكريبت نفسه ايش تسوي في السكريبت، تحط كلمة function تبدأ تبني الفانكشن تبعك. هذا بدناش فظة وهذا بدناش نحفظها ونيجي نشتغل عليه. هاي عند الفانكشن فسميناها امبوست، تمام امبوست الواي حلو كتير. هلقيت عندي لي سبيسيفايد ايرور، قلنا انه نص في المية، نص في المية يعني ايش؟ خمسة من عشر، خمسة من الف، تمام طيب كتبناها خمسة من الف مشاكل. الابروكسيميشن ايرور اول اشي طلعت مية زي ما احنا زي ما كانت عندي واضحة، عرفنا زي حاجات طبعا هلقيت هنفهم ليش، هفهمكم الكي هنا عوضناها لقصة ايش شباب، ايها بسم الله وين البي اف، هاي البي دي اف قلنا انه ايش فرضنا كي وبتبدأ طبعا من صفر واحد، هذا فرضنا كي معينة هيا بديناها من صفر، طبعا اس بي واس والحاجات هذه سيبكم منها مش شرط، احنا قلنا بايعة ثلاثة تمام، قلنا بايعة ثلاثة اللي هو ايش 60 حسب ايش ما بدك انت، بحسب ايش ما بدك تعرف عرفه، يعني ممكن ما واحد يقول لا انا بدي اكتب بايعة بالدور انه ايش، بس انا الحاجة المعرفة يا شباب قلت لك انه كوز يعني بالديجري، يعني ممكن عين اسميها ماي كوز مثلا، اسمي هذه ماي كوز، والواي هذه الواي هذه تكون بايش مثلا، اكتب بدل 60 بايعة ثلاثة ينفع، بس انا خلص بدي اخليها بالديجري وريح راسي، هاي حطيت الدي ماي كوز عشان افهمها هيك، عشان تنفهم هيك مش اكثر بس، تمام هاي الفانكشن اللي عندي حاستلمها. عندي امكاني احط اند لقصه الفانكشن اند ما اند، تمام هذا للفانكشن، هاي الاند لما اعمل زي هيك بيجي خطين حوالين الفانكشن تمام. هاي ام كوز اي بري سبيسيفايد ايرور ابروكسيميشن ايرور، ما اتفقنا قديش طلع الكيت تبدا من صفر، اتفقنا اس بي مجرد يعني خلي يعني مجرد فاكتور معين اس بي سميته واس، هل جيت حنفهم ليش هذا التسميه او ليش يعني مش ليش سمي اي بي سي دي ايش ما بدك يعني الامر بيرجع لك يعني تمام، بس خلص يعني من هذه التسميتين مجرد تسميه لحتى الان حنفهم ليش حنستخدمه. وايل لوب بينما قلنا بينما الابروكسيميشن ايرور اكبر من البري سبيسيفايد ايرور تمك اشتغليله لما تطلع اخر قيمة اقل خلص اطلع من الوايل حط اند 100% فهمت تو زي ما قلت لكم كيف تفهمها لما نستخدم الوايل. طبعا الان الاي ان هذه شباب ايش الاي ان حتساوي؟ الاي ان هو المعادلة اللي كتبناها تو. طيب
هلقيت سالب واحد على كي. طبعا طبعا بامكاني اني اعين هذه النقاط باس كي، لانه مش الري هذه مش مصفوفه، تمام، او احطها مش شرط، ما فيش مشاكل في الموضوع هذا، النقاط هذه ما فيش فيها مشاكل اني احطها او هذا. بس الفرق هي في الفيديو الاول اللي نشرت لكم اياه، الفرق ما بينهم حسب اذا كان مصفوفه عندي، اذا حطيت النقطه هذه معناتها كل جزء في المصفوفه بحطه تربيع، بينما اذا حطيت المصفوفه من دون هذا الاشي بفهم انه المصفوفه مضروبه في 2 كي، المصفوفه نفسها يعني ايش مثلا لو طلعت 2 كي، 2 في الصفر إيه عفوا 2 في 2، فاي تربيع مصفوفه، فبفهم انه اي ضرب اي ده مصفوفه، بينما اذا حطيت النقطه هذه وقلت ايه تربيع بفهم انه كل عنصر من عناصر إيه ربع، تمام. فهذه في الفيديو الاول طبعا مشروح الكي تبعتنا اللي هو المعادله اللي حديكم اياها هذه الجاهزه، بتكون سميتها اي ان بغض النظر ايش اي ان، بغض تسميه الاي ان والاس والاس بي مش مشكله بغض النظر. هلقيت ايش قلت له بعد ما سميتها انا اس اي ان؟ قلت له طبعا انا مساوي الاس بصفر اس بي بصفر، قلت له يا شباب القيمة في العطلة خليها تساوي لي S زائد AN. طيب الـ S صورت قبل هي صفر. إيش معناتها يا شباب؟ معناتها إنه حاليا اللي أنا بشتغل عليها خلص إيش حط معي؟ سوي لي إياها بـ S زائد AN 100%، ما فيها مشاكل يعني. معناتها ننزل ننزل ننزل، إيش قلنا إحنا؟ لا 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 لا، ليش؟ S زائد S A N S تساوي S زائد A N. طب أنا ليش مكررها هنا؟ الـ A N طبعا معادلة تو اللي شفناها فوق، طب هنا S وهنا S اشمعنى؟ لا أصل إيش بقول لك هنا؟ S أنا معرفها في الصفر، تمام؟ فلقيت إيش لما أقول S بتساوي هذه إيش طبعا هذه إيش؟ أوت هذه لسه كأوتبوت ما يختارها، ايش حيفهمها؟ حيفهم الاس القديمه اللي فوق هو الاس عرفتها اللي هي صفر زائد الاي ان، فبالتالي ايش حيطلع لي؟ الاي ان. حلو كتير. هذه ايش شباب بنسميها؟ القيمه الحاليه اللي طلعت معي هالجيت هالجيت 100%، فيش مشاكل فيها لحتى فهمنا ليش. طيب الابروكسيميشن ايرور ايش بتساوي؟ الابسوليوت اس ناقص اس بي على اس هذا اللي هو ايش اسمه؟ سيمون كوما ولا كوما سيمون ولا حاجه زي هيك بنسميها فاصله نقطيه، بحيث انه ما يبين ليش الا وين، ما يبين ليش الا في الورك سبيس هذا. طبعا انتوا الاكيد الاكيد انكم عارفين الورك سبيس، وانه لازم الفولدر لازم يكون مفتوح على نفس البلد عشان نقدر نفتح هذول البلفين، وهذا سكريبت فايل وسكريبت فايل وهذا الكوماند ويندو، الحاجات هذه يعني مفرغ منها انه اشرحها يعني، تمام. بشكل عام يعني اكيد انتم عارفين عن الموضوع هذا، تمام. طيب ماشي الابسوليوت هاد. طب ايش معناتها احنا؟ الابسوليوت عارفينها اللي هي القيمه المطلقه، فانكشن معينه بالتدوين من منطقه اسمها في المتلب ابسوليوت، فيش مشاكل. صح في كمان شباب ليش يقول الديجري راد؟ واي طب انا هنا بالديجري تو راد لازم احول الواي لراد، ليش شباب؟ قد اتفقنا في المحاضرة أظن قبل للمدن والميكانيك إنه جوا الكوزاين حط 60 حط خام بي، المهم 100 باي على 2 فما 180، بس برا الكوزاين الباي 3.14 كذا 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 إلى آخره، إيش ما تكون يعني التكملة تاعت 22 على 7 التكملة تاعتها إيش ما تكون. فبالتالي كله حول لي من ديجري لراد، تمام. حولت انا من ديجري لراد فيش مشاكل 100% وعفاني علي، تمام. اس الحبشتكنات هذا فاكتوريال اللي هي الفانكشن تبعت الفاكتوريال في المتلاب اسمها فاكتوريال زي طبعا الاف سمول اف، تمام. وديجري تو راد عشان احولها، عشان انا بستخدم قاعد ايش ديجري، بالتالي حولها راد فيش مشاكل 100%، تمام. وقلنا هذا القيمه، قلنا هذا الابسوليوت، قلنا ايش 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 الابروكسيميشن بيساوي القيمة الحالية ناقص القيمة السابقة، تمام، على القيمة الحالية، تمام. هذا القيمة الحالية. طيب أنا أتعرف إيش هي القيمة السابقة والقيمة الحالية والقيمة اللي بصير إيش؟ بدي أقول بعد ما أنا أحسب هذه بدي أقول له طبعا هي الأس بي يعني صارت هذه الأس صارت إي إن بتسوي لي هالجيت، هذه إيش بيطلع منها المعادلة عند ما كي بيساوي صفر صارت هي،
تمام. بعدين ايش قلت له؟ انه ما جبت الايرور الخاص فيها، طبعا الاس بي هذه اللي هي القيمه السارقه، قلت له خلي لي هالجيت الاس بي هذه هي الاس، تمام. يعني هالجيت انا خلص جبت الايرور الابروكسيميشن ايرور، هيخش هالجيت مش ايتريشن جديد. قبل ما اخش على ايتريشن جديد ايش قلت له؟ اجعل لي الاس بي هذه القيمه الاس بريفيوس القيمه السابقه هي نفس القيمه الحاليه، تمام. بعدين زود لي كي واحد، زودت كي واحد ايش حيساوي؟ حيزود هنا الكي واحد كي واحد كي واحد، يعني حتصير صفر واحد اس واحد اس اثنين اس فوريال اثنين. والاس ايش حيساوي؟ الاس القديمه، تمام، الاس القديمه اللي طلعت لي من الاول زائد الاي ان الجديد اللي هي لما صارت الكي 2 لما صارت الكي 1. طب الاس القديمه كم كانت؟ اللي هي هذه طلعت لي حتدخل ضمن اللوب لان لسه داخل لوب، فبالتالي ايش الاس القديمه لما كانت الكي 0، الاس الجديده صارت لما كانت لما صار الكي 1. طيب تمام، حيحسب الايرور الابروكسيميشن ايرور بيساوي الابسوليوت. الاس الحاليه اللي طلعت لي جديده هذه عند اللي هي بتصير الاس القديمه اللي قبل شويه جبناها عند كي 0 والاس الاي ان اللي تو جبتها عند كي 1، فبالتالي ايش انا؟ هيني هلقيت جبت الاس الجديده ناقص الاس بريفيوس. طب الاس بريفيوس ايش قلناها؟ سوي لي اياها بالقديمه، القديمه ايش كانت قلنا؟ قلنا انه الاس بتساوي اس بريفيوس اللي هي عندي ايش؟ كي 0 اللي هي البريفيوس، فبالتالي ايش؟ حلل لي اياها. بعدين قلت له اجعل لي القيمه اللي طلعت عند لقيت كي صفر حس عند كي صفر حاسبين وعند كي واحد صفر حاسبين، اجعل لي القيمه اللي طلعت عند التو تيرم اللي ما هدول بقيمه سابقه. بعدين ايش؟ على الكي كمان واحد، الكي السابقه اللي قلناها صارت واحد زائد واحد اثنين، عند اثنين 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 في اثنين اربعه، اثنين فاكتوريا في اثنين اربعه فاكتوريا وهكذا. طيب لو بتيجي الشباب لما تخلص هذه او ننهي من الموضوع هذا، تمام. بعدين ايش قلت له؟ هلقيت خلصنا دي سي بتساوي للكي. طيب هذا الكي يعني الكي هذا معناتها كم مره تكررت او كم تيرم انا بدي اختار عشان احقق هذا الشرط عشان تكون اقل من السبيسيفيك، قديش كم تيرم. بعدين قلت له تي في سوي لي اياها بغض النظر عن المسميات، هذا شباب يعني بامكانكم انكم تسموها سخان بي كمان، بس الله مش بالعربي يعني بالانجليزي سموا لي اياها، بتعرفش عربي انتبهوا لهيك شغله. والسترينج طبعا شباب اي سترينج بتحطه بين قوسين زي هيك، تمام، فانتبهوا لهذه الشغله. فبالتالي يا شباب تي في تساوي كوز الواي 100% فيش مشاكل. طيب الترو فاليو ايش الترو فاليو شباب؟ ابسوليوت الكوز الواي يعني كوز ال 60 اللي عندي هي فوق ناقص الاس. الاس ايش شباب؟ اللي طلعت لي طلعت لي اخر بعد ما خلصنا اللوب كلها وحلل لي اياها ووقف عند النقطه اللي انا طالبها على الكوز واي ضرب 100% بيطلع لي. بعدين قلت له المفترض يعني لو حطتها هنا مش قصه ضرب 100 ما فيش مشاكل، ضربت الابروكسيميشن ايرور ضربتها ب 100 عشان يديني اياها الديسب والاف. طيب هذول مش قصة يعني ديسب معناها إذا تركت اعرض معناتها ديسبلينج أو نسيت الاختصار بس لقيت يعني حنشوف ماتلاب وين ماتلاب ماتلاب كتاب ماتلاب بيعرض الداتا. طيب كيف أنا بعرض الداتا؟ يوز سكريبت فايلز أند مانجينج داتا، ماشي. نيجي نعمل مانج إدارة الحبشة القناة هذه كبر، بس في عدة حاجات لأنك تعمل تظبط الداتا تبعتك والامور هذه وبعض الكوماندز اللي هنسمها وين سكشن 4 امبورت واكسبورت للداتا سكشن هذا 4 5 سكشن 5 2 بغض النظر احنا نمر عليه على السريع قبل ما نشوف الداتا اللي بدنا اياها. طبعا بنفع تصدر الداتا من اكسل على الحبش على الماتلاب ما فيش مشاكل. وعلى فكره في لو حدا يستخدم الداتا لو حابب يخوض في مجال الداتا اناليسيس خصوصا مدني هلقيت حقيقي بعض الشركات الاماراتيه والحاجات هذه لما تاخذ داتا معينه داتا تصل لمليون مليارات والحاجات هذه. طبعا في الاكسل بتنعمل بسهوله كمان بايفوت باور وبايفوت اللهم صل على محمد ايش بسموها في
البايفوت، ايش بنسميه، اكسل والله نسيت، ايوه الباور بايفوت شباب. هذا على قصه انه يدين الداتا الكبيره، تاخذ داتا بالمليون، داتا بالمليون اسم بالحاجه. لما انت تاخذ داتا من عن موقع معين، مثلا الشركات الاماراتيه فعليا هيك، شركات في الخليج يعني بتعمل في الموضوع هذا، لما تاخذ داتا معينه بتكون كميه رهيبه، وغير هيك بتكون كمان ملخبطه، يعني ارقام مع حروف، يعني ارقام مع ابصر ايش مع أبصر. من خلال الماتلاب اذا حد يعني تمكن منه، انا مش متمكن منه، بس اذا حد تمكن من هيك موضوع صراحة يعني ممكن يشتغل في أمور إدارة الشركات وإدارة بيانات الشركات، تطلع كبوت معه. فيعني هذه بعض الأشياء اللي ممكن يعني حد يطور حاله فيها بالنظر، بس المقصد والمغزى. نرجع للماتلاب، لا إله إلا الله، كوماند أوت كوماند ديسبار، هاي بقول لك ديسبلاي عرض، عرض الكوماند والحبشتة كانت تالي، وعرض ايش حسب، اذا انا بدي اعرض فاريبل معين او فاريبل معين، الفاريبل ما يكون يكون مثلا بعرض، مثلا بدي اقول له انا سميت الفانكشن تي ايش تو، بقول له الفانكشن ايش اسمها تي في، بغض النظر عن المسمى شباب، قلت له ديسب تي في، خلص بيعرض لي، بيعرض لي ايش النتيجه، طبعا بهذا بنقول له اعرض النتيجه، بيعرض لي الديسب تي في. لما له ديسب علامة بين قوسين بيعرض لي التكست اللي عندي، سترينج تكست سترينج، تمام. النص اللي عندي لازم اذا بدي اعرض نص لازم احطه بين قوسين، فانتبهوا لهذا، تمام. هاي مثال عليها الامور هذه، هاي الافرج، الافرج هاي اللي جبناه، جيم واحد زائد اثنين زائد على ثلاثة. ديسب علامة تنصيص فاضية، معناته انه خلي فراغ، خلي لاين فارغ، خلي سطر فارغ، تمام. فانتبهوا لهذا، الافريج بوينت از، بعدين سطر فارغ، بعدين اعرض لي الافريج، الافريج بوينت عباره عن فيريبل، فما حطيتهاش بين قوسين، بس حط لي النتيجه اللي طلعت لي تساوي يعني، تمام. هي زي ما نحن ايش في عندي كمان، سيبنا من هذا، لقيت الاف برنت، الاف برنت الشباب كوماند هذه عشان هي الكوماند كان يوز ديسبلاي اوت بوت تكست اند حسب ايش عندي، وهذه تستخدم زي ما قلت لكم في الداتا والاستخدامات هذه، تمام. هل لقيت ايش عندي؟ طبعا شباب بقدر افرق ما بين داتا معين، مقام وتكست، بقدر افرقهم من بعض حيث، وبقدر اصدرهم لملف اكسل، يعني حيث انه حابب نتعمق يعني في تحليل البيانات الحاجات هذه، بستفيد طبعا اذا خش في امور، خش امور في تحليلات للشركات الكبرى، مثلا اليات الربح، اليات وامور السيستم تبعها والحاجات هذه، لو خش فيها يعني بشكل عام عشان تكون في الصوره، مهندس ميكانيك، مهندس جوكر حرفيا يعني. ممكن مثلا بالفلو والسي اف دي والحاجات هذه يخش مع تعاون الطب، مع تعاون الهيدروليك والمدني، ما فيش مشاكل. ممكن مثلا في قصه مثلا الماتلاب يخش مع تعاون الحاسوب، ينافس تعاون الحاسوب، البايثون والماتلاب ينافس معاهم، تعاون ينافس الحاسوب بنفس الاي تي، ما فيش مشاكل، نفس تعون تحليل البيانات الحاجات هذه، ما فيش مشاكل يعني. فالمهندس الميكانيكي يعني مهندس ايش المجال اللي بروح له، بكون في يعني بلاقي حاجه تسمي الزبون. ما علينا، الاف برنت بقول لك تكست تايب از سترينج اذا بدك اياها. طيب انا بديش از سترينج، بدي يظهر لي هاي، بقول لي هنا باك سبيس هوريزونتال تاب وابصر ايش، وهنا بقول لي بولد اسكيب كاركتر، ايش معناتها؟ معناتها انه يظهر لي هي هي، لما اعمل هذا زي هيك يظهر لي هذا في السطر الثاني، معناتها فهمتوا هذا ايش معنى السلاش ان، انه يظهر لي هذا في السطر الثاني، هي السطر الثاني. طب انا بدي استخدم عشان بدي اعرض داتا معينه، او يعني الداتا اللي هي عندي هذا، تمام. ايش كيف بدي اعرض ارقام وارقام الحاجات هذه، ايش بحط؟ بحط علامه قويه بغض النظر السالب او الناقص، ايش ما تحطه تحطه 5.2 اللي هو قديش الارقام اللي حيكون في الارقام اللي حتكون عندك كل الكليه، وابصر ايش قبل الفاصله وبعد الفاصله، واف حرف يمثل لي كوماند معين، تمام. هاي طبعا ايش السالب وايش الموجب، وايش لما تحط زيرو، لو حطيت زيرو على العلامه المئويه تنسوش، في العلامه المئويه بنبهه، بنبه الاف برنت انه في مكان هنا، مكان كل هذه في رقم، ايش الرقم هذا اللي هو الفيري انا حطه عندي في الخارج، ماشي. عاد السالب والارقام هذه والحاجات هذه بامكانكم يعني ترجع للكتاب هذا تقراوها منه، اي
اف الفيكس بوينت مثل النوشن ايش ما تمثل وهكذا يعني. بس هيك انا بنبهه انه في عندي هنا اللي هي اف برنت، انت قاعده تطبعي داتا معينه، في رقم هنا عند الاشاره الخاليه، في رقم، الرقم هذا عباره عن فيكس ايش الاف فيكس بوينت نوتيشن، تمام؟ فهيك انا بنبهه. فبالتالي ايش هيني ايش انا نبهت هيها. طيب نيجي نرجع للمثلث تبعنا على قص الداتا لاين، قلنا اي تي وي ديسك، قلنا انه فارغ يعني سطر فارغ، اف برنت ذا ابروكسيميشن اوف كوزاين حط اللي هنا، تمام ماشي. قلنا نحط هنا هاي الفاريبل واي، نيجي الفاريبل واي كم 60، يعني لازم يظهر هنا 60، هلقيت بسوي لي كذا كذا، بسوي كذا كذا هنا كمان variable. طيب ايش الفاريبل الثاني؟ اس. بالاس وين يا شباب؟ الاس الناتجة من بعد ما تخلص اللوب. ايش الاس الناتجة؟ هنشوف، تمام؟ 100% ما علينا، مش الاس اللي بده صفر، لا بظل ليه صفر، انتبهوا لهيك. بعدين قلت له انزل سطر اكتب this approximation was determined using علامة مئوية، يعني في هنا ايش؟ في هنا variable معين. طب ايش هذا الفاريبل ده؟ الفاريبل الثالث تي سي. طيب تي سي ايش بتساوي؟ الكي كم مرة انعادت او نفذت. طيب تيرمز يعني عدد تيرمز في مولكيولر سيريز، قديش كم تيرم اخذنا. بعدين ننزل كمان سطر ريلاتيف ترو ايرور، قديش الفاريبل الخامس والرابع هي الاي تي. بعدين the relative approximation عفوا the approximation relative error للvariable الأخير اللي هو ال EA، تمام. بعدين اللي هي للfunction. والسلام عليكم. هيك تمام، هنحط الرن، ايش طلعت لي؟ 60 زي ما قلنا، زي ما احنا متوقعين يطلع، تمام. بعدين طلع النتيجة، ايش طلعت مع الاس اللي هنا هذه. بعدين ايش قلنا هنا؟ this approximation determined كم تيرمز اخذ؟ 4 تيرم يا شباب، يعني اخذ الواحد واخذ الاكس 4 على واخذ الاكس 4 على 4 واخذ الاكس 6 على 6، تمام؟ يعني بالضبط هذا الناتج. هل معقول هذا الناتج طلع؟ هات والله انا انتبهت الصراحه للمتلب والاكسل 4 3 9 6 اها 100% 100% زي اللي في الاكسل، ما علينا. وين ماكلنر سيريز ريلاتيف ترو ايرور هيو ابروكسيميشن ايرور هيو، تمام شباب، اللي هو نص المية طلعت 0.36%. بنكون يعني انهينا اول محاضره في المتلب لكم. طبعا هذا كله حينزل ان شاء الله، هيصير كله ان شاء الله حينزل هذا والفايل تبعه ان شاء الله تعالى. هيك بكون، الله يدين العافيه ويديكم العافيه، ونلقاكم في فترات قادمه ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.